السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف. نعم يا جماعة، رجعنا لسلسلة أحداث حلقات بيبة البيرست بعد انقطاع دام أشهر طويلة. بالحلقة الأولى شفنا دريد بنازل شهاب بفريق فجر النصر، ودريد بيسافر لليابان عشان يخوض هناك مسابقات، وعشان اليابان أول دولة أسست البلابل. الصراحة اسم دريد أكيد رح يكون بالنسبة إلكو غريب، بس بالنسبة إلي مش غريب أبداً، لأنه صاحبي اسمه محمد دريد فإني متعود على الاسم يعني خلاص. وكمان سموه دريد عشان هم بدهم اسم مشابه لإسمه بالياباني واللي هو درم، فدرم ودريد بتحسهم هيك لابقين على بعض ونفس مدة نطق الصوت، فإنه رح يساعدهم على الدبلجة. فبحلقة اليوم رح نشرح الأحداث اللي بتصير بالحلقة 2 ببيبة البير سترايز، اللي رح نشوف فيها بلبل براثن الجزء الرابع، وتطوير بلبل التنين البارع للاعب درويد. نعم رح يتطور من ثاني حلقة، فبسرعة انزل حط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الحماسية القادمة وكمان أحداث حلقات بيبة البير سترايز القادمات. ويلا نبدأ بالحلقة. بتبدأ الحلقة عند دريد وعمه وهم بوكلوا خبز البلابل. نعم خبز البلابل ما رح ينتهي بأجزاء بيبة البيرس. وفجأة بفوت اللاعب عمران ودريد بيحكي له إنه بده يواجهه كمان مرة. طب يا دريد، هاي ثالث مرة بدك تواجهه، خلص ما انت فزت عليه المرة الماضية، ليش بدك تفوز عليه هسا؟ وعم دريد بيحكي لهم إنهم لازم يركضوا قبل النزال عشان هم رح يشوفوا أشياء بالنزال ما كانوا يشوفوها قبل. وبسرعة البرق دريد بنطلق يركض، وشخصيته زي شخصية أغيط لأنهم الشخصيات الرئيسية دايما لازم يكونوا حركين، يعني بتحركوا كثير ومريحين. وخلال ركض دريد بلاقي نادي بلابل ما كان لازم يفوته، ولكن زي ما بتعرفوا دريد دايما متحمس وبدخل عليه. بفوت اللاعب دريد على النادي وبتعجب من اللاعبين الخارقين اللي بتدربوا بجهد وتعب، مش زي فريق المجد اللي انضم له. والواضح انه نادي بلابل متطور من الالات اللي بتدربوا عليها ومن المكان اللي هم فيه. ولكن فجأة بيظهر كابتن النادي وبشجع لاعبينه، وبيروح لعند دريد بيحكي له انه بدك تنضم للنادي، وبصير يشجعه عشان ينضم للنادي. ودريد زي ما بتعرفوا متحمس وبيوافق على كل اشي، فزي لي عجبوا الموضوع وتعرفوا على بعض. فبيقرر الكابتن انه يبدأ باول امتحان لدريد عشان ينضم للنادي، واللي هو ينازل الكابتن شخصيا. وطبعا اسم الكابتن بعده مش ظاهر، ولكن اسمه باليابان فوميا، فراح اناديه فوميا. بيكشف الكابتن عن بلبله واللي هو البراثن. نعم يا جماعة، بلبل البراثن بهذا الجزء مالكه مش فريد، مالك هذا البراثن هو فوميا كيندو. يعني باختصار ما راح نشوف اللاعب فريد بالجزء الرابع. بلبل براثن الجاما متكون من 3 قطع كأي بلبل جاما، وبتعجب دريد من بلبل البراثن. ولكن قبل بداية النزال فوميا بيثبت البلبل على مركز الحلبة وبيحكي لدريد يطلق بلبله. ودريد شو مستغرب، ليش شو هو أطلق هيك وانت ما عندك جهاز إطلاق؟ أطلق دريد بلبله وهجم عليه الهجم الأولى، أدت إلى أنه البراثن يمتص ضربته ويبدأ يدور لجهة اليسار. فالمطاط اللي على اللاير بيساعد على امتصاص ضربات الخصم من البلابل اليمينية، ومع كل ضربة من التنين البارع تزداد طاقة وقوة ودوران البراثن وبيصير يدور أسرع. وبتعجب دريد من امتصاص البلبل للطاقة، وبالآخر بنتهي النزال بسهولة وسلاسة لصالح فوميا. فبلبل البراثن قوة تحمله هائلة فقدر يفوز. بعد ما دريد شاف قوة البراثن بفكر ينضم للنادي، ولكن لبنى بتحاول توقفه وبيكون بمعتقدات فوميا إنه لعبة البلابل بس إنك تفوز بدون ما تستمتع. يا ترى مين بذكرنا هذا الشخص؟ هم هم. ولكن فجأة بيظهر عمران بيحكي للكابتن إنه يوقف هذا الإشي، وإلا أنا راح أوقفك بطريقتي. فش عمران نازل معصب، وأكيد بيوافق الكابتن على نزاله. بيبدأ النزال بيناتهم وبيطلقوا الاثنين بلابلهم بجهاز الإطلاق. ونعم هاي المرة الكابتن استعمل جهاز الإطلاق، وبيكون عمران عارف إنه البراثن عنده القدرة على امتصاص طاقة الخصوم، فرح ينفذ خطة رح نشوفها بعد شوي. بيستحوذ الحصن المسلح على مركز الحلبة قبل البراثن، وبهجم البراثن عليه هجمة قوية وطويلة، ولكن ما بتأثر على الحصن المسلح بل بتجنبها بفضل قاعدته. وبرجع الحصن المسلح يهجم على البراثن، ولكن هاي المرة بهجم عليه على الديسك.
فالبراثن ما رح يقدر يمتص الطاقة بهاي الحالة. وهاي هي الخطة اللي كان بده ينفذها عمران، ولكن لم تسر الخطة على ما يرام، والصدمة كانت إنه ديسك البراثن مصنوع من المطاط وقدر كمان يمتص طاقة الحصن المسلح، يعني كمان شوي قاعدة البراثن بتكون من المطاط. ولكن زي ما بتعرفوا عمران بخطط خطة سريعة، فبيخرج كل طاقته وبتوجه مباشرة للبراثن وبهجم عليه من الحديد تاعيته اللي عليها دوران حر، فما رح يقدر البراثن يمتص طاقته، وهذا اللي صار. فضعفت طاقة البراثن كثير وكان على وشك انه يهزم، وخلص يعني الكابتن فقد الأمل. ولكن المفاجأة انه البراثن ازدادت سرعته فجأة، بجوز بفضل قاعدته، ما بعرف كيف هيك صار سريع، وبفعل طاقته الكاملة وأنيابه الشرسة وبهجم مباشرة على الحصن المسلح وبخرجه خارج الحلبة بضربته القوية، وبفوز البراثن بهذا النزال. يعني البراثن فاز على عمران ودريد، ولكن فجأة بيحكي دريد إنه ما عجبه هذا النادي وإنه بده يرجع لفريق المجد، وبرجعوا لاعبين فريق المجد على ناديهم. وبعد ما شاف دريد قوة البراثن وقدرته على امتصاص الطاقة وكمان قدرته إنه ما يستعمل جهاز إطلاق، أدت إلى إنه يذهب لعند عمه يحكي له إنه بده يطور التنين البارع. فعلى السريع بشغل دريد الآلات عشان يصنع البلبل، وبيصمم القطعة وبيبدأ بصنعها، وبينتهي من صنع اللاير وراح تكون أثقل من اللاير اللي قبلها، فبتعطي البلبل قدرة تحمل أكثر، ولكن باقي القطع الديسك والدرايفر والأشياء الثانية راح تظلها نفس ما هي. بيبدأ الحوار بين درويد وبلبله وبصيروا يشجعوا بعض عشان يتطوروا، والواضح إنه درويد منسجم مع بلبله، وهذا الإشي بيخليه يستمتع بالنزال وتزداد قوته. بتوجه درويد لعند الحلبة عشان يتدرب على الإطلاق بلبله الجديد، وللأسف كل المحاولات اللي حاول فيها إنه يطلق بلبله بيخفق فيها جميعاً. بيحكي له عمران إنه ليش ما تغير طريقتك بالإطلاق، وكمان عمه بيحكي له إنه أنا عندي الخطة المناسبة اللي رح تخليك تعرف تطلقه. فشو خطة العم يا ترى؟ يلا نشوفها. خطة العم إنه دريد يسحب مفرش الطاولة اللي عليها صحون بدون ما يوقع الصحون، ولكن مش بس هيك، الإشي اللي خلى هاي المهمة أصعب إنه ماسك بإيده الثانية كاسة مي مش لازم يوقعها أبداً، ولا حتى يوقع المي اللي فيها. والمحاولة الأولى للأسف فشل فيها ووقعوا الصحون وتكسروا. أوكي لا بمزح، الصحون طلعوا بلاستيك. محاولة ورا محاولة ورا محاولة، كل المحاولات فشلوا، ولكن دريد عصب وكان بده إشي قابل للكسر عشان يكون من جوا خايف ويجتاز هذا التدريب، فبجيب التمثال تاع عمه وهو نايم، والمفاجأة كانت إنه دريد نجح بالتدريب، والمفروض إنه هسه صار قادر على إطلاق بلبله الجديد. فبيروح مباشرة عند عمران عشان ينازله ويختبر بلبله. بيبدأ النزال وبطلق دريد وعمران بلابلهم، وبهجوم التنين على خصمه هجمات قوية ولكن ما بتأثر بالحصن المسلح بفضل دفاعه وأجنحته القوية. بيخرجوا الاثنين طاقتهم الكاملة، ومن كثر درجة انسجام دريد مع البلبل صار يشع ويلمع بلون ذهبي شوي زي الشجاع المهند. ووداعا يا الحصن المسلح لأنك انهزمت من التنين بضربات اللولبية الساحقة اللي خلتك تتفكك. وأكيد علاقة عمران ودريد راح تتقوى مع مرور الزمن والحلقات، لأنه بجزء التيربو أغياد وريان كانوا نفس الإشي، فهسه زي كأنه المشهد بنعاد بس بشخصيات ثانية. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. اضغطوا زر اللايك إذا عجبتكم هاي الحلقة، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة. فبس بشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.